شكرا شكرا لك جوردان. حكيم. عاد مشاهدينا إلى أخبارنا، تعد الوصفة الطبية الإلكترونية الحل الأمثل لتفادي الوقوع في المغالطات، فالصعوبات التي باتت تواجه الصيادلة في فهم الوصفات الطبية أصبحت جمة. تفاصيل أكثر مع ليليا داود ومحمد فخر الدين ثراي. أصبحت الوصفات الطبية المكتوبة باليد مصدر إزعاج للصيادلة الذين يجدون صعوبات في فهم أسماء الأدوية والجرعات الموصوفة للمرضى نظراً لكتابة الأطباء الغير المفهومة، وهو ما جعل اعتماد الوصفات الإلكترونية مطلباً للصيادلة في 2016. هناك صعوبة في قراءة بعض الأدوية، ويقدر يكون هناك خلط بين التسميات، وخاصة وأن هناك تسميات تجارية للعديد من الأدوية تتشابه، ولكن المفعول مختلف تماماً. استغراق البائعين بالصيدليات وقتا طويلا لفك شفرة كتابة الطبيب، والذي قد يتطلب الاتصال به للتأكد من اسم الدواء، عوامل تجعل الوصفة الإلكترونية أمرا لا مفر منه. لوكسيتو لو باسيون كيجي ولا جبل الاوردونونس، انا ماذا بيا تكون باينه باش نقراها له بيوم، وما نغلطلوش في الدواء ولا واش عطاه الطبيب نعطيه. بون يدي كان باسيون ما تفهميش الاوردونونس ما تقدريش بون نقراها انا، تقراها لا كوليك ديالي، نقراوها كامل كيما نفهموهاش بيان سور، ومن بعد تولي للطبيب. الوغ كي تروحي تعيطي للطبيب تلقايه عنده مالاد، ما تقدريش تخلي الباسيون يستنى. تعود الاطباء على كتابه الوصفات الطبيه بخط اليد يجعل من التعامل بالوصفات الالكترونيه بالمهمه شبه مستحيله. لو بروبليم اللي واقع الان هو ماشي في الاوردونونس وماشي في الكتابه، البروبليم واقع في لي فارماسي في لي زوفيسين، لان في لي زوفيسين في اغلبيه الاحيان ما تسيبيش لو فارماسيان، تسيبي لو فوندور دو ميديكامون، سي لو فوندور اللي عنده مشكل باش يقرا الاوردونونس تاع الطبيب. مع إلزام مشروع قانون الصحة الجديد الأطباء بتوحيد الوصفات الطبية الإلكترونية لتفادي الأخطاء، ومع رفض بعض الأطباء التعامل بها، فما هو البديل؟ يعرف